Hello everyone, it's me Asma and welcome to my channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أسماء ومرحبا بكم في فيديو جديد. فكرة فيديو اليوم سوف تكون عن بعض العادات التي إذا أردت التغيير يجب عليك الالتزام بها. ننتقل لأول عادة وهي عادة الصلاة في وقتها. هذه العادة مفروغ منها ولكنها من أهم العادات اللي يجب عليك أنك تلتزم بها. الصلاة في وقتها أصلا هي الصلاة في حدها بركة، فلما تصلي صلاتك في وقتها راح يبارك لك الله في وقتك، وهذا راح يخلي فيك الطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة النفسية. طبعا الآن كيف راح تلتزم بعادة الصلاة في وقتها؟ أولا عندك دير تراكرز أو متتبع في البلانر الخاص بك. لكل صلاة تخليها خانة في البلانر الخاص بك، كلما تصلي صلاة راح تعمل لها تشيك إنه يعني إصدان إنه صليت صلاتك في وقتها. ثاني حاجة إنك تدعي ربي بالثبات على الصلاة، وأنت أيضا تحاول تتغلب على وسوسة الشيطان وتصلي صلاتك في وقتها لتتمتع بالراحة النفسية. طريقة ثانية إنك تلتزم بالصلاة إنها تعملها كمهمة في your to do list. يعني لما تعمل to do list تبع اليوم الخاص بك، كل صلاة خليها مهمة، ولما تكمل كل صلاة تشطب انك انجزت هذه المهمة. هذا حيخليك تحس بالفخر وثقة بالنفس، وايضا راح تتمتع بالسكينة انك قادر تلتزم صلاتك. والصلاة عماد الدين، يعني شيء مفروغ منه انه تكون ملتزم بصلاتك، لكن للأسف اذا ما كنتش ملتزم لازم عليك تلتزم بالصلاة. العادة الثانية وهي ممارسة الرياضة. guys الرياضة أمر جد مهم، كاين العديد من الناس يستخف من هذا الشيء، ولكن اللي مجرب إنه يعمل رياضة مهما كان نوعها راح يحس وراح يعرف إيش أنا اللي قاعدة نقوله. الرياضة حتى لو كانت 10 دقائق في اليوم راح تكون مفيدة، إنه راح تخليك تحسن من مزاجك، راح تعطي لك لياقة بدنية أكثر، تقدر تعمل حركة، وأيضا في المستقبل مش أمراض المفاصل والعضلات أو الظهر راح يقلل من هذه النسبة. فلما تعمل الرياضة في سن صغير حيكون better than أنك ما تديرش. وأيضا في ملاحظة جد مهمة حبيت نوضحها، انه بزاف الناس يعتقد انه لما يشوف واحد يمارس رياضة راح يكون عنده هدفين، يا اما انه راح ينقص من الوزن تاعو، يا اما راح يبني عضلات بالنسبة للذكور، وهذا الشيء خاطئ. الرياضة تعملوها لحتى تتمتعوا بالصحة الجسدية، يعني مش فقط لأهداف ظاهرة فقط، حتكون في أشياء باطنة راح تعطي لك راحة نفسية وتحسن من مزاجك. يعني في ناس لما تكون فيها ستريس تروح تعمل رياضة، هذا الشيء لأنه تحسن من المزاج. بالإضافة كما قلت اللياقة البدنية حاجة مليحة. والآن نجو لطريقة كيف تلتزم بالرياضة. الرياضة صراحة من أصعب الأشياء أنك تلتزم فيها، فقبل ما تبدأ حدد هدف، وكل ما تحس نفسك أنك فشلت مش حاب أنك تكمل تفكر علاش بديت، تفكر الهدف اللي حطيته من الأول، سواء كان فقدان وزن أو كان أنك تحوس على راحتك النفسية. فإذا كان من الراحة النفسية يعني حتلتزم به بكل بساطة، لأنه صراحة الرياضة حاجة بزف مليحة. أيضا إذا الجيم يعني مارس الرياضة في البيت يعني على الأقل 10 دقائق. وأيضا في تطبيقات جد مهمة راح نحطها لك هنا، حتى إذا حبيتوا تمارسوا الرياضة في البيت راح تعاونكم بزاف. أو إذا ما كنتوش حابين تنزلوا تطبيقات يمكن إنه تروحوا يوتيوب، وهناك العديد من الفيديوهات التي تنشر هذا المحتوى. العادة اللي بعدها وهي القراءة. بزاف ناس تكره هذه العادة وبزاف ناس تحبها، فأنا رسالتي موجهة اللي ما يحبوش يقرأوا. صراحة باللغة الجزائرية راكم مراطين، يعني أكثر حاجة ممتعة أنه تقرأوا كتب. في ناس ما عندهاش أصلا الحافز، حنعطيكم بعض النصائح لحتى تلتزموا بعادة القراءة. أولا لازم تقرأ في المجال اللي أنت تحبه،
مستحيل حتلقى المجال اللي تحبوه من أول مرة. تبي أقرأ العديد من الكتب اللي تتعرف فيها على المجال اللي انت حاب تقرأ فيه. ثاني نصيحة انه حط ريمايندر ولا ألارم في الهاتف خاصتك لحتى كل مرة يفكرك انه لازم تقرأ. وأيضا إذا كنت من الناس اللي كما أنا منشي تكتب، في تطبيق جدا رائع صراحة أنه نقرأ منه الكتب، راح نخليه لكم هنايا. فيه روايات، قصص، كتب تطوير ذات، يعني فيه العديد من الأصناف. يقرأوا أي صنف أو أي المجال اللي تحبوه، يعني أنا متأكدة أنه هذا التطبيق راح يخليكم تحبوا القراءة لأنه شكله بزاف منيح. ننتقل الآن إلى العادة الرابعة، هي الذكر. هذه من أهم العادات، ممكن أن تتخلى على كل عادات ما عدا التزام بالصلاة وتركز في هذه. الذكر من أهم الأشياء، أذكار الصباح، أذكار المساء، الورد اليومي، هذا حيعطوك طاقة أنت مستحيل تتخيلها، الطاقة الإيجابية والراحة النفسية اللي راح تكتسبها من بعد قراءة الأذكار أو الورد اليومي رهيبة صراحة. وحاول انك تلتزم بهذه العادة ايضا، يعني عادة جد بسيطة ولكنها راح تحط فرق كبير. ايضا منين تقرأوا الاذكار، كاين العديد من التطبيقات اللي ينزل لكم اشعارات انه تقرأوا على حسب اي وقت في الصباح، يعني يبعث اشعار انه وقت اذكار الصباح، في المساء أذكار المساء، أذكار ما بعد الصلاة، هادو جد مهمين. حاول تعود نفسك على ذكر الله، لأنه صراحة الراحة النفسية اللي تعيشوها بالتقرب إلى الله صراحة I can't explain actually. آخر عادة اليوم اللي هي التخطيط. كل عادات اللي ذكرتهم من بداية الفيديو إلى نهايته مبنية على هذا العادة اللي هي التخطيط. ممكن الناس يحسوها شيء تافه، ولكن صراحة من أفضل التجارب اللي درتها ومن أفضل الحاجات اللي درتها. ممتنة جدا إنه نعتمد هذه الطريقة من التخطيط. حطيت لكم المرة اللي فاتت بلانر تور، تقدروا تروحوا تاخذوا أفكار منها. بالنسبة للتخطيط لازم لحتى تحب وتولي تمارس هذا العادة، ممكن انك تستعمل ادوات يحفزوك، مثلا تلون البلانر تاك ولا اي حاجة. ولكن تخطيط شيء جد مهم حتى تعرف تكون حاط خطة لحياتك وانت تعرف ايش راح تدير. جايز حنعطيكم نصيحة لازم تاخذوا بها لانه جد مهمة. بالنسبة للعادات اللي ذكرتها اليوم، مش لازم انكم تلتزموا بها كلهم في مرة واحدة، مش لازم. اعطي وقت لنفسك انك تتعلم، واعطي لها الوقت انها تتعود على هذا الشيء على الاقل، او 20 يوم يعني على الاقل حتى تتعود على العادة الواحدة. اعمل كل عادة، عندنا هذا الشهر مثلا في كل شهر ما تبقى من 2023 حوالي 6 اشهر او 5 اشهر، حاول تستغلهم انك تكتسب العادات المهمة. مثلا كل شهر راح تلتزم بعادة معينة، مثلا شهر جويلية فات شهر جويلية، شهر اوت راح تلتزم بعادة الصلاة في وقتها. كل يوم راح تلتزم بهذه العادة، كل يوم تخطط لها، تكمل هذه العادة، تخليها جزء من حياتك، تعاود تنتقل لعادة اخرى. هذا الشيء لحتى إذا بديت كل شيء في مرة واحدة راح تكره في نص طريق، يعني مستحيل حتكمل وانت داير كل شيء في مرة واحدة، يعني حيصير لك ضغط على روحك وما تقدرش انك تكمل في هذا المسار. وهكذا نكون وصلنا لافان على فيديو. إذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي لايك سبسكرايب اند كومنت، حطوا لي رأيكم في فيديو اليوم في التعليقات، وما تنسوش تتابعوني في انستغرام، حنحط لكم في الديسكريبشن بوكس. السلام عليكم.